السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات سحب من موقع كريبتو ماني. الموقع كنا شرحناه من يومين، وأنا عملت فيه استثمار بمية روبل، والنهاردة إن شاء الله هنسحب 120 روبل. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بيكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا النهارده. ده الموقع بتاعنا، موقع كريبتو ماني. الموقع ده كنا شرحناه، وكنت قلت في الشرح بتاعه ان الموقع تقيل جدا، مش عارفين ايه السبب، هل من الضغط عليه او السيلفر نفسه بتاعه وحش. على العموم انا كنت عملت الايداع بمية روبل وما بانش حاجة في الموقع خالص، وتنتني منتظر حوالي 8 ساعات لحد ما الإيداع بتاعي بالفعل ظهر على الموقع. فأي حد عمل إيداع على الموقع ده يدخل كل نص ساعة كل ساعة يبص، علشان هيلاقي إن شاء الله الإيداع بتاعه وصل، لأنه ما كانش ظاهر خالص في القائمة بتاعتنا إن أنا عملت إيداع خالص. بعد 8 ساعات بان واشتغل، لقيته شغال بالفعل من وقت ما انا عملت استثمار وهو شغال، بس ما كانش واضح على الموقع. هنسحب دلوقتي، هندخل دلوقتي على الانسحاب ونشوف هنسحب ايه. هندخل هنا على المدفوعات، هيبتدي يحولني على الصفحة ديت. طبعا احنا مسيفين الباير ومعايا 120 روبل. هناخد 120 روبل كده نسخ، وهننزل على تحت هنا علشان نحدد له بالظبط انا عايزه يدفع لي على ايه. طبعا على الباير عشان هو ده اللي احنا مسيفينه. بعد كده هندوس هنا وهنقول لزق 120. هنروح على الباير نفتحه علشان نشوف الإيداع هيوصل ولا ايه. قبل ما ندوس هنا سيصرف، هنروح على الباير علشان نشوف انا معايا قد ايه. هلاقي معايا هنا 2710. هنعمل ريفرش مع بعض، 2710. هنرجع تاني هنا وهندوس يصرف. هل الموقع هيفضل تقيل معانا ولا ايه؟ هنا بيقول لي تم الطلب بنجاح، انتظر المعالجة من قبل المسؤول. كده هو سحب الفلوس. هننزل تحت شوية نشوف، هنلاقي بالفعل هي هنا هيت، بس مش واضحة عشان العلامة بتاعت الموقع ده هي قيد الانتظار، مكتوب هنا قيد الانتظار بس مش واضحة عشان العلامة بتاعت الشات. طيب هننتظر شوية كده مع بعض لحد ما توصل، وبعد كده نرجع ونشوف الوديعة بتاعتنا وصلت ولا لا. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما الرصيد وصل للباير بتاعي. هنرجع دلوقتي ونشوف، ننزل تحت هنلاقي هنا بنجاح، بس العلامة بتاعت المحادثة دي مدرية عليها. هنطلع برا على الخزانة ونشوف كان الحساب بتاعنا موجود في انتظار الدفع.
تمام كده مفيش حاجة نشطة، وده هنا حصل، أنا حصلت على 120 والاستثمار بتاعي كان 100 وآخر إيداع كان 100، طبعا انتظار الدفع خلاص زيرو اهوت، وهنا آخر دفعات التعويض 120، إجمالي المسحوب كله 120. هنروح دلوقتي على الباير علشان نشوفهم، بس هي مشكلة الموقع ده في حاجة واحدة، الحساب وصل في حوالي 6 ساعات عشان يوصل لي، اخد 6 ساعات عشان يوصل لي، ودي مشكلة كبيرة. يعني انا كنت ممكن استفدت بال6 ساعات دول في الايداع الجديد اللي انا هعمله، ادي اهوت وصلتنا اهيت 118 روبل، وهنا هنلاقي اسم الماني كريبتو ماني، وهنا 118.87 كده انضم الموقع ده للقائمة البيضاء، موقع بيدفع ومفيش أدنى مشكلة غير واحدة بس اللي هي التأخير في الإيداع والسحب. يعني أنا عشان أعمل إيداع أو سحب بياخد فترة كبيرة جدا، أول مرة أخد حوالي برضو 5 ساعات أو 6 ساعات علشان الإيداع بتاعي يبان في الموقع، وعند السحب أخد برضو بتاع 5 ساعات علشان يبعت لي الفلوس على الباير. يا ريت القائمين على المشروع يبتدوا يشوفوا المشكلة ديت، وأنا هحاول أراسلهم في النقطة ديت، وربنا ييسر الحال. على العموم لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.